لأحمد معضد يلعبها قدام الجول تتخلص تبعد تماما الكرة ترجع مرة ثانية توصل لصالح فريق النادي الأهلي مباشرة تتلعب خطيرة هذه على فكرة في تغيير أيضا شايف اللي هو محمود خطيرة في الجول جول جول عرض الملعب لجرافيتي يسجل الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي وحنشوف الآن الأهلي حيدفع بترين أحمد خليل وماجد فيما وورتنزيجا دفع بمحمود حسن هذا اللي هناك اللي حاول يغطي الكرة تتلعب على طول بعرض الملعب تتلعب وهنا هدف طبعا هدف على طول يا ساتر يا لطيف يا سلام على لويس خيمينيز طلعها بعرض الملعب شوف المتابعة كانت من جرافيتي اللي واقف والحاضر يترقب هذا هو خيمينيز لويس خيمينيز هنا جرافيتي القدم الشمال هو الهدف الثاني لهذا اللاعب في هذه المباراة والهدف الثالث للأهلي في هذا اللقاء وبالتالي جرافيتي يسجل الثنائية لثالث مرة هذا الموسم الأولى في مرمى الوحدة والثانية في مرمى عجمان والثالثة الآن في مرمى النصر إذا ثلاث ثنائيات هذا الموسم.